كا كيف ما كنقولوا كجودة لاعب وكا كا كيف ما كنقولوا كقيمة لاعب مع حمد الله، مع عودة حمد الله للمنتخب الوطني، لأن المنتخب الوطني محتاج لاعب قيمة حمد الله، بخبرة حمد الله، بجودة حمد الله في التهديف. واخا كيف ما كنقولوا الناس كترفض لأنه كيلعب في الدوريات الخليجية، ولكن كانوا لاعبين كيلعبوا في دوريات متواضعة وكانوا أساسيين في المنتخب الوطني وكانوا من ركائز ديال المنتخب الوطني وكانوا ما كيتبدلوش كيف ما كنقولوا الورثة الشرعيين في التشكيلة. باش لاعب بحال حمد الله ما عرفناش القصة كيف ما كنقولوا مبهمة، كل واحد كيلغي بالغاه، ما بغيناش حنا يبقى داكشي كيف ما كنقولوا تصريحات طفولية. إلا كان لاعب بحال حمد الله مرفوض في المنتخب الوطني نعرفوا علاش، باش نعرفوا المشكل مناش، لأن لاعب بجودة حمد الله وبتقنية حمد الله وبالكاريزما ديال حمد الله محتاجينو داخل التشكيل، لأنه غادي ينفع بزاف المنتخب الوطني على مستوى خط الهجوم. انا ما ضد حمد الله، ما لا لوجيك المنطق. حمد الله الا كان غادي يجي للمنتخب الوطني ويعطي اضافه مرحبا، كنعرفوا حمد الله لاعب كبير وهداف وهداف، وكنا كنثقوا بزاف في وليد الركراكي حنا كنثقوا فيه. الا استدعاه كنعرفوا علاش استدعاه، ما استدعاش كنعرفوا علاش ما استدعاش. اهلو مكه ادرى بشعابها، انا غادي نجيب واحد مثلا باغ اكزومبل غادي يدير المشاكل في المنتخب الوطني في ليكيب ناسيونال داخل قليل مشكل مع الدراري، سي با لا بين نعيط ليه كاع. والا كان غادي يجي واحد وغادي يتسناط ويحترم ويحضر الراس ويعطي اضافه مرحبا. والد الكراكي كيف صرح هو ما كيعتمدش على اللاعب الفرد، كيعتمد على المنتخب، كيعتمد على اداء جماعي. وفي الاول وفي الاخر راه الركراكي وحنا كنحتارمو الركراكي وكنحتارمو لا كرينتا والكاريزما ديال وليد الركراكي. في ظل الخصائص اللي عندنا ديال راس الحربه في المنتخب، واش كيبان لك ضروري الاستدعاء ديالو؟ لا وليد الركراكي كيف تكلم على المنتخب الوطني قال حنا ما عندناش مشكل في التهديف، قال حنا عندنا كاع ليلين مزيان، ما عندناش مشكل. المشكل اللي كان في ليكيب ناسيونال هو ان وكان جا معطل وصافي، جا بقات لاكور دي مون شهرين وكيعرف كيفاش يجري المباريات ديالو، ووالد الكراكي مستوى عالي، والرجل اللي جاب والد الكراكي السيد فوزي القجاع ميرسي شكرا انت وكيعرف اش كيدير. المهم حنا كمنتخب مغربي عندنا واحد النقص في المنظومه الهجوميه، يعني كيف ما كيشوف كل شيء لا نصيري لا الكعبي لا داك مايو ياك بحال مايو، هذوك الثلاثه ما عندوش واحد الحس تهديف، ما كيساندوش بزاف في لي بوت. دونك بقى لينا الحمد لله نجربوه، ولكن كاين فرق بين مثلا الدوري السعودي وكاس العالم. كاس العالم راه كلشي كيعرف راه كيكون واحد كيكون الريتم طالع شويه، دونك نتمنوا انه يستدعيه في باقي واحد المباراه وديه مع مقدونيا وقيله، نتمنوا انه يستدعيه في ديك المباراه ويجربوا، من تما غادي نقدروا نحكموا عليه. الا بان لي نعطى واحد مردود جيد او لا ساهم في اهداف ولا ماركه كاع، راه نقدر نتاكدوا بلي حنا على حق اننا بغينا كاملين في المونديال. سينو الا كان جاو كان باقي في داك كان باقي في واحد افعى سبياني اللي كانوا فيه شحال هادي، مني من كاع الناس ما غنقول ما بغيناش، حيت حنا المنتخب فوق كل شيء المنتخب المغربي قبل من اي واحد وقبل من اي لاعب. بغينا نعرفوا واش انت مع او ضد استدعاء حمد الله المنتخب الوطني المغربي؟ لا بالعكس، انا ضد مع حضور ديالو، لان حيت نعرفوا حاجه وحده، حمد الله اللي خصنا نعرفوا ماشي كشخص كلاعب، ما عندناش خوف، ما كاينش في المنتخب الوطني لا نصيري لا اي لاعب كما كشتي، ما كاينش خوف، الحمد لله بلاصتو موجوده وبلا ما تغمض عينيك وكاين، ما كاينش عندنا حنا مهاجم بحاله لحد الان. هذه جايه لدابا تقريبا 5 سنين ولا 6 سنين ما عندناش مهاجم قارب بحال الحمد لله اللي كاين، وحنا ما استفديناش منه، راضينا تقريبا مع 4 سنين ولا 5 سنين ضايعين، راه ماشي ما كاينش عندنا، راه المغرب كامل ما عندناش. اي فرقه في المغرب اللي شتي لاحظتي اي فريق في البطوله ما كاينش راس حربه، ما عندناش، عندنا خصاص في الحربه، ما كاينش عندنا الهداف غير ماركي الا حكي الحمد لله. انا واخا ماشي واحد حاجه نقول لك، انا رجاوي الحمد لله واخا ماشي كوب، ولكن تيعجبني كلاعب في صلاح المنتخب الوطني، وما كاينش خوف
يعني بلا ما نكذبوا على بعضياتنا ونخليوا القوض اضحوكه. انا كرجاوي كنقول لك متتبع رجاوي ومحب للرفاق رجاوي، انا جيت قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.